هذه الحقوق التي أطلب منكم أن تقفوا من أجلها دقيقة صمت ترحما على شهيدة الإهمال الطبي بمدينة الحسيمة فاطمة أزهري التي توفيت بتاريخ 4 يناير من العام الجاري بعد إهمال موثق بالصور من طرف بعض القائمين على الشأن الصحي بالمستشفى الجهوي بالحسيمة جراء نزيف حاد بعد معاناة مريرة مع المرض الخبيث السرطان، وسأعود لقصتها في مداخلتي أكثر دقيقة صمت لذكرى روح فاطمة أزهريو شهيدة الإهمال الطبي. فاطمة أزهريو فتاة في مقتبل العمر، كانت تتمتع بجمال طفولي وروح مفعمة بالحياة، لكن غول السرطان الذي يطارد أبناء المنطقة كان لها بالمصاب. فاطمة أصيبت بسرطان الدم، وبعد رحلة طويلة مع الأمل في الحصول على العلاج سيستقر بها المطاف في المستشفى الجهوي محمد الخامس بمدينة الحسيمة، حيث ستنفض أنفاسها بعد إهمال طبي وفضائل لا يرقى بالمطلق إلى الإنسانية. وبعلاقة بهذا هذه النقطة، يعني هناك مجموعة من الصور تم توثيقها من خلال الصحافة الجهوية تبين يعني الحالة المزرية التي كانت يعني فبعد نزيف حاد تعرضت له يوم 3 يناير 2014 وحاجتها للدم. كان التعامل البارد لبعض الأطر الطبية التي انتظرت تدخل الوزير العاجل لإرغامها على فتح أبواب المستشفى للمتبرعين الذين حجوا بكثافة إلى المستشفى لإعطاء الحياة للفتاة، لأن تزامن حالة النزيف الحاد تزامنت مع يوم الجمعة والسبت، فبالتالي مجموعة من الأطر الطبية العاملة بمستشفى الجهوي بالحسيمة تحججوا بحجج واهية، وهي أن يوم السبت ويوم الأحد هو يوم عطلة، يعني في ضرب سافر لكل الحقوق والأخلاقيات المهنة بالأساس، أخلاقيات مهنة الطب التي تفرض عليهم تقديم المساعدة لأي شخص يوجد في حالة خطر، والتي ربما تصل في بعض الأحيان إلى متابعة قضائية. هناك من بين التهم داخل القانون الجنائي هي ربما عدم تقديم العون لشخص في خطر. قلت الأطر الطبية التي انتظرت تدخل للوزير العاجل إرغامها على فتح أبواب المستشفى للمتبرعين الذين حجوا بكثافة إلى المستشفى لإعطاء الحياة للفتاة ومنحها الأمل. إلى الحديث عن الصحافة الجهوية ودورها في ترسيخ ثقافة ومفاهيم حقوق الإنسان لدى المواطن، خصوصا في الوضعية الراهنة وما بات يعرفه المغرب من حراك سياسي كبير يكتسي أهمية كبرى. فلا يخفى على أحد الدور الكبير الذي بدأت تلعبه وسائل الإعلام في مختلف مشاربها السمعية والبصرية وكذلك الإلكترونية، والتي تتجاوز أحيانا كثيرة دورها التقليدي المتمثل في نقل الخبر إلى صنع الخبر، وهو ما بدا جليا وواضحا أكثر مع تجربة قناة الجزيرة التي عاشتها أو لغيرها من القنوات والتي عايشناها خلال ما بات يسمى بالثورات التي عاشتها تونس، ليبيا، مصر والعديد من البلدان في المنطقة المغاربية وغيرها من الأحداث الأخرى التي بات يعيشها العالم ككل، بحيث تحولت مجموعة من وسائل الإعلام إلى صانعة للخبر وموجهة للشارع، متجاوزة بذلك الدور التقليدي الذي تحدثنا عنه والمتمثل في الإخبار والتثقيف وما نتائج الثورة المصرية وما باتت تشهده الساحة المصرية من تجاذبات خصوصا على المستوى السياسي. الأكبر دليل على أهمية الإعلام ودوره في صناعة الرأي العام، بل أكثر من ذلك دوره في صناعة التاريخ. وبالعودة إلى موضوعي حول أي دور للصحافة الجهوية في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان الريف نموذجا، وقبل الغوص أكثر في دواخل الموضوع دعنا نتوقف في البداية عند تحديد العلاقة بين الفاعل أو الناشط الحقوقي والصحافي أو الإعلامي، لأن الإجابة على السؤال ستكون هي بمثابة المدخل، وبالتالي يتم تصنيفه بشكل مسبق في خانة معينة، وبالتالي يفرض عليه تبني مواقف وآراء معينة تخص بالأساس التنظيمات الحقوقية التي ينتمي إليها هؤلاء الناشطين أو الفاعلين الحقوقيين، والذين ندرك جميعا أن الكثيرين منهم يحملون إلى جانب الهم الحقوقي أيضا أجندات سياسية ومظلات حزبية ربما تتناقض في أيديولوجيتها أحيانا إلى حد التضاد وحد الصدام. وبالتالي فالعلاقة يجب أن تكون علاقة تكاملية بين الحقوقي والصحفي، تحترم فيها مهنة الصحافة كمهنة،
تؤدي دورا رئيسيا يتمثل في نقل الخبر بمصداقية وبتجرد من الشخصانية والذاتية وليست أداة لخدمة توجه. هنالك منزلقات يجب علينا وأتكلم كصحفي يجب أن نضع دائما البعد الحقوقي في موادنا الإعلامية حتى لا نظلم أحدا أو ننتهك حقوقه أو أن نرتكب جريمة صحافة ونغبط أو نظلم أشخاص هم بريئون ومع ذلك تعلمون. وأنا أستحضر مثلا لأحد الشخصيات الإعلامية بالمغرب أن الخبر عندما ننشره يقرأ ونقدمه للقارئ بحال كنلوحوا واحد الحجرة من الطبق السابع. إذا كان الخبر خاطئ كنضربوا به هذاك الشخص من الطبق السابع كنضربوه، وهذاك التصحيح اللي كيبغي يقوم به ذاك الشخص ولا هذاك بيان الحقيقة هو أن هذاك الشخص كيهز ذاك الحجر وكيبغي يضربنا حنا في الطبق السابع. إذن العملية غير متكافئة تماما، بحيث الأثر اللي كيخلفوه الخبر هو أثر لا يمكن أن يمحوه بيان حقيقة أو تمحوه اعتذار أو ما شابه ذلك. عندما نطلب من الصحافة أن تقوم بدورها في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ قيمه ومبادئ هذه الثقافة، فإننا نعني بذلك حقوق الإنسان كقيم كونية غير قابلة للتجزئة، أي كقيم مشتركة ما بين سائر البشرية وليست قيما مخصوصة وتهم مجتمعات دون أخرى. وبالتالي فهذه الثقافة التي نأمل ونرجو ونطمح ونتوق لكي تقوم الصحافة بنشرها وتعميمها وترسيخها داخل الفضاءات العمومية هي هذه الثقافة التي يمكننا أن نحددها على أنها تمثل ذلك المشترك الإنساني أو ذلك الخطاب الموحد الذي يحاول أن يستدمج داخله مختلف الخطابات بجميع صورها وخصوصياتها داخل خطاب يجد فيه أو تجد فيه كل الثقافات، كل الحضارات، كل المجتمعات تجد فيه موطنا لها وملاذا لها. وفي نفس الوقت يعني يتم همل يعني عمدا ملف معتقلي ديميزيك الذي لم يكتب عليه أي منبر إعلامي مغربي منذ 3 سنوات، مع العلم أنه يعرف تطورات يعني شبه شهرية. يمكن لماذا هذه يعني المفارقة العجيبة وهذا الانتقاء وهذا التميز في حتى تناول الخبر؟ يعني نشتكي دائما من نريد الدعم، الصحافة نريد التكوين نريد، لكن المشكلة أن هناك صحفيين أصلا لا يفرقون يعني بين ما هو حقوقي وبين هو يعني مثلا حتى الآليات بسيطة، حتى الإعلان العالمي الحقوقي ما يعرف في أي بند، ما يعرف حتى متى صدر، متى أتوا بيكتب في مجال حقوق الإنسان. ويعني هذه حالات كثيرة خصوصا في الصحافة الورقية اللي كانت صادفة بعض الزملاء الصحفيين اللي كيكتبوا يعني في مجال حقوق الإنسان وهم لا يفقهون شيئا، ربما لا يطالبون بتكوينات ولكنهم يعني يدعون انهم يعلمون كل شيء ثم بها مع انتهاكات الشبه اليوميه لحقوق الانسان. يعني لا حق تظاهر، لا حق اضرار، لا حق تكوين جمعيات، لا حق يعني كما يعلم الاستاذ احمد الهايج ان جمعيته نظمت وقف جميع ربوع المملكة إلا العيون، تم رفضها تماما مع أن الوقفة لم يتعدى فيها الحاضرون كش أشخاص وكانت معلومة قبل. يعني نحن في مدينة العيون صراحة لا يلزمنا تكوين، بل يلزمنا تكوين مشترك يكون بين الصحفيين وبين حتى المتدخلين في إدارة المتدخلين الرسمية وغير الرسمية،
من أمن، من مدارك، من حتى من الوقاية المدنية اللي ترفض. أنا أصبت قبل سنتين في تدخل أمني ورفضت يعني الوقاية المدنية وسياق إسعاف نقلي، ومشيت لسيارة خاصة للمستشفى وما أبغاش يعطوني شهادة طبية. وهذا أنا صح فيما بالك المواطن العادي اللي كيتعرض بشكل يومي يعني مهما كان يعني توجهه السياسي. حنا كنتعاملوا مع الإنسان كإنسان، كان رصدوا حالته كإنسان، كان توجهه السياسي هذا كيعني. حنا كصحفيين كنقلوا خبر باش يستهلكوا المواطن المغربي، باش نوضعوه في الصورة الصحيحة. أن كاين هناك اجتهادات الآن يعني ماشي كبيرة جدا، ولكن كاين اجتهادات بخصوص إحداث مديرية جهوية حتى يكون هناك نوع من التواصل المباشر محليا وجهويا. وكنشير هذه المسألة ديال المحليا والجهويا لأنه الصحافة المحلية ماشي هي الصحافة الجهوية. الصحافة الجهوية تغطي تراب أوسع، حين أن الصحافة المحلية وتنعرفوا المحددات ديالها من خلال التجربة ديال بعض الدول من قبيل فرنسا، أن المحلية غالبا ما تكون في إطار مدينة. وأظن أنه هذا النوع من الصحافة هي صحافة القرب إلى آخره. قلت بأنه كان هناك أن وزارة الاتصال عملت على إحداث مديرية جهوية مؤخرا، والآن تشتغل على مسألة التفعيل ديال هذه المديرية الجهوية. ثم كان هناك الاستفادة ديال مجموعة، وطرحت في المداخلة الأولى مسألة الاستفادة من الدعم. غير تنخبر كمعطى هو أن هناك 13 منبر جهوي الآن يستفيد من الدعم، وهذا ابتداء من 2005 يعني من انطلاق ديال الدعم كسميتو عليه كواحد الجانب المادي كتستفيد منه مجموعة ديال المنابر سواء وطنيا أو جهويا. وعقد البرنامج الجديد يحدد يعني دعم خاص بالصحافة الجهوية.